تعالى نشوف المصريين اللي كانوا في جامعات السودان، كانوا في جامعات أوكرانيا، كانوا في جامعات روسيا. هل لما بيجوا يدخلوا على طول ويندمجوا أو يتم دمجهم داخل الجامعات المصرية؟ طيب بالتأكيد في إجراءات معينة وفي شروط معينة علشان أقدر أقبل هذه الأوراق. طب إيه هي الأوراق والإجراءات المطلوبة لقبول المصريين اللي كانوا في السودان، في أوكرانيا، في روسيا؟ وربنا يستر ما يبقاش في أي توتر في العالم تاني. معنا على التليفون دكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم والعالي والبحث العلمي. أهلا بك دكتور. تحياتي لحضرتك. ازاي الصحة يا دكتور؟ كله ولادنا بقى اللي كانوا في السودان وطبعا اللي كانوا موجودين على الأراضي الأوكرانية، لما بيجوا مصر بيعمل ايه علشان يقدر يعمل اندماج داخل العملية التعليمية المصرية؟ يعني خليني أكد لحضرتك انه على مدار الفترة الزمنية الماضية لجان وزارة التعليم العالي المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية في الدولة تم دراسة هذا الموقف تفصيلا، ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتمع يوم الأحد الماضي، واليوم صدر بيان رسمي تفصيلي يوضح لكل أبنائنا العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية عن الإجراءات التنفيذية اللي هتتم إن شاء الله. أولا ابتداء من يوم السبت القادم 13/5 المواقع الإلكترونية للجامعات الخاصة والأهلية سوف تفتح أبوابها المواقع الإلكترونية لكل طلابنا الراجعين من العائدين من الجامعات السودانية أو الروسية والأوكرانية، يتقدموا إلكترونيا ببياناتهم سواء أسماء كلياتهم وجامعاتهم وما يثبت، هتكلم بعد كده بالتفصيل عن جزئية السفر. كل هذه المعلومات الجامعة الخاصة الحقيقة بتصنفها وتجمعها وتبعثها للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة. الخطوة الثانية للمجلس الأعلى للجامعات بيفيد بالنسبة لهؤلاء الطلاب، بصنفهم مجموعتين، مجموعة جامعات معتمدة سودانية وروسية وأوكرانية. الجامعة المعتمدة إذا الطالب بينتمي لجامعة معتمدة من مجلس أعلى الجامعات مباشرة بيدخل في الإجراءات التحويل الخاصة به، إن هو المقاصة العلمية للسنة الدراسية والمواد الدراسية اللي هو انتهى الطالب من دراستها في الجامعة اللي كان بيشغل ملتحق بيه. رقم اثنين، إذا الطالب في جامعة غير معتمدة في الحالة دي هيبقى في خطوة زيادة، ليس فقط المقاصة العلمية ولكن أيضا الطالب هيجرى له اختبار تحديد مستوى، وده هيتم في جامعات القاهرة وعين شمس وفقا للتخصص في الكليات المناظرة طبعا والتخصص. أوكي. التحويل كله حضرتك في التخصصات المناظرة، وغير مسموح بتحويل في تخصص غير مناظر. هايل. رقم ثلاثة، بعد إتمام عملية الامتحان بالنسبة لهؤلاء الطلاب بيتحدد المستوى الدراسي اللي هيلتحقوا به. كل هؤلاء الطلاب هينتهوا بالتأكيد لأنه بعد هذه العملية هيقدم أي أوراق ثبوتية متاحة إليه. إذا تعذر ذلك فالطالب عنده فرصة 3 أشهر للحصول على هذه الأوراق من جامعته، سواء حصل عليها ورقيا أو حصل عليها عن طريق الميل بتاع الجامعة. وهذه الأوراق معتمدة لاعتمادها في الجامعة الخاصة والأهلية اللي هيحول لها الطالب. طبعا في خصوصية لبرنامج تحديدا خاص بالطب البشري، أنه الجامعات أنا لسه حالا كنت هسأل على كده، لأن أنا أتذكر على أيامنا كان في أزمة كبرى متعلقة بعودة طلاب من كليات طب في شرق أوروبا والتحقهم بكليات الطب في مصر، فلسه كنت هسأل وماذا عن كلية الطب يا دكتور؟ ده حضرتك بالنسبة لكلية الطب تحديدا، لأن احنا بناخد في دراسة الطب في مصر حاليا بنظام 5+2 وده المعتمد في معظم الجامعات الدولية المصنفة عالميا. أيوه. تالي عملنا لهم نظام خاص، وده نشرنا لهم بالتفصيل في كافة الجامعات الخاصة والأهلية كيفية التعامل مع طلاب كليات الطب. بالنسبة للسنوات الأولى ده هيتم إدماجهم في البرامج الطب اللي موجودة عندنا. بالنسبة للطلبة ما بعد السنة الثالثة بالتأكيد هيكون لهم نظام تعامل خاص، وده اللي ناقشه مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالتفصيل، وصدر عن أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في جزئية الطب البشري تحديدا كافة البيانات التفصيلية الخاصة بهؤلاء الطلاب
لكن بنأكد انه يعني دي حضرتك رساله مهمه جدا، انه الجامعات الخاصه هي السيد الوزير تناقش مع كل الجامعات، وفي المجلس يوم الاحد الماضي اقر ان كل كليه من الكليات اللي هيوفر لها طلاب لديها حصه فائده ب 10% من اجمالي الطلاب اللي موجودين في الكليه، حتى نتمكن من قبول كافه الطلاب الراغبين في التحويل للدراسه بالجامعات المصريه اللي هم جايين طبعا من دول عندها ظروف استثنائيه. صحيح، ممتاز. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي.